نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن ورشة السلام من أجل الازدهار التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية تشكل فرصة حيوية يمكن من خلالها خلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية الممكنة التي سينعكس أثرها على اقتصادات دول المنطقة. ورحب سموه بالمشاركين في ورشة السلام من أجل الازدهار متمنيا لهم كل التوفيق والخروج بنتائج بناءة وداعمة لتعزيز السلام والتنمية والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها. جاء ذلك لدى حضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم الجلسة الافتتاحية لورشة السلام من أجل الازدهار، والتي تجمع خلالها قادة الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات وتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية في المنطقة. وأشاد سموه حفظه الله بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات، معربا عن عميق اعتزازه بالتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين الذي يشهد تقدما كبيرا في مختلف المجالات.